يا مساء الورد والفل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من سوبر ليج. حلقه جديده باذن الله تكون مثيره وجميله ومليانه حكايات وقصص، مليانه تحليل ومليانه اخبار، بالذات انه النهارده في شد وجذب، في جماهير فرحانه جدا بزياده من الانديه اللي ممكن نسميها انديه السوبر ليج في اوروبا، وفي جماهير تانية بتعيش حاله من القلق ما بين برشلونه واللي عمله البارسا في هذا الاسبوع، ما بين مانشستر يونايتد والتراجع اللي بدا يظهر على خط هجومه، مش تراجع بالمعنى الحرفي ولكن فكره عدم تسجيل الاهداف، ما بين ابراهيموفيتش اللي بيسلم ملكيه لو عايز تسميها ملكيه او الاشراف لو عايز تسميه اشراف على تشيلسي، ما بين تألق حارس عظيم اسمه ياسين بونو، وغيرها وغيرها من المواضيع. النهاردة عندنا كتير في البريمير ليج، عندنا كتير في لاليجا، عندنا كمان دوري أبطال أفريقيا، وكالعادة وجود دكتور عادل سعد معانا في الجزء الثاني بيضيف للبعد العربي لينا كتير وكتير جدا جدا. علشان كده نرحب بكل جمهورنا سواء كان موجود في القاهرة في جمهورية مصر العربية بشكل عام أو حتى في الوطن العربي الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مجددا في حلقة جديدة من سوبر ليج. اللي بيشجع برشلونه عارف انه من بعد مباراه فالنسيا في حاجه مختلفه، في حاجه بتتغير في برشلونه. والحقيقه انه في الاوقات اللي حتى تشافي ما كانش بيدي فيها البصمه اللي كانت منتظره في بعض المباريات اللي عانى منها برشلونه، برضو الجمهور كان حاسس انه في محاولات حتى لو بتظهر في بعض المباريات، مش كل المباريات، حتى لو مباراه زي مباراه الكلاسيكو في الكاس على سبيل المثال، الجمهور شاف ان في حاجه بتحصل في ارض الملعب، ممكن تبقى حاجة أو حاجتين، لكن حاسس إن في جديد. رباعية في مباراة فالنسيا، ثم رباعية في مباراة نابولي، والحقيقة إنه هنا الراجل اللي شاف إن في حاجة مختلفة برضو من جمهور البارسا، في مباراة الذهاب كان حاسس إن برضو في حاجة، رغم إن الفريق خرج متعادل قدام نابولي، إنك تروح ملعب سان باولو وتروح لإيطاليا وقدام فريق محترم هو متصدر الدوري الإيطالي دلوقتي، لكن الناس كان عندها اليقين إن في حاجة هتحصل. رباعية جديدة ضد نابولي في إيطاليا. وبيول اللي بيعلي السقف جدا على التويتر لما كتب وقال ان انا من ساعه ما تشافي جه وانا راهنت في عشا بعض اللعيبه وبعض الناس اللي كانت قاعده معايا ان الراجل ده هياخد بينا بطوله، الراجل ده هياخد بينا الدوري، ورغم ان المساله صعبه جدا جدا، لكن لما تشوف اسطوره نديج بيتكلم كده باللهجه دي على المدرب، وتشوف اربعه في اربعه في اربعه كمان على بلباو في هذا الاسبوع، تحس انه افرح يا اخي. هي البطولة اسمها ايه؟ اسمها الدوري الاوروبي؟ يعني ما فيهاش بايرن ميونخ. لقد عاد مرعب اوروبا من جديد، ولازم الكل يحتفل ولازم الكل يتبسط حتى لو فيها مبالغات شوية، لكن الكل حاسس انه النوع ده من المباريات وانه الاداء اللي قدمه تشافي يستاهل فعلا انه ياخد شكر وثناء كبير جدا جدا عليه. الحقيقة انه برشلونة على مستوى العالم التعامل معاه بيكون مختلف. مختلف لانه الفريق السنه دي رغبته الحقيقيه من اول الموسم واللي اتكرر مرارا وتكرارا، الهدف هو المركز الرابع، وده تارجت موجود على سبيل المثال عند يوفنتوس وعند مانشستر يونايتد، لكن التعامل مع بارسا مختلف لانه اكبر العالم، ان كورته تكون مختلفه وان نوعيه ادائه الجميل يكون مختلف. حتى وان كان مش دي قاعده لازم تحصل على مدار العمر بالكامل، لكن يا اخي الناس اتعودت في اخر 10 سنين مع ميسي ونيمار وتشافي وانيستا وكل اللي عدوا ان نوعيه الكوره كده. ضيف على ده ان كل حاجه حلوه لازم عليها كريزه. ازاي تبص يا اخي على الكوبري اللي بيدري عامله امبارح من غير ما تعمل رد فعل الجمهور في المدرجات؟ يا رب يبقى معانا ناس في المدرجات اتفرجت على بيدري وهو كوبري في الثانيه مع الهادي في لقطه شهيره. الناس اللي كانت خبره مع البارسا من 2005 مع التليفونات الجديده ساعتها، يعني كان بتشوف رونالدينيو وهو عمال يشمس في الناس في لقطه شهيره جدا، الناس شايفه بيدري وهو بيعمل كل حاجه في الكوره تقريبا، واحد من افضل العروض الفرديه للاعب على مستوى برشلونه، الدوري الاسباني، حتى على مستوى الدوريات الكبرى بشكل عام. ده من حيث العين. وتفاعل الجمهور اللي كان موجود مع اللقطه دي اللي اتعاد كتير على الشاشه يوريك قد ايه ان الناس كانت عايزه تتنفس حاجه، تنفس كوره، فرجني على حاجه حلوه. الحلو بقى في الموضوع ان الراجل ده عنده كل حاجه. يعني بص على ارقامه في المباراه واتفرج عليه، عنده كل حاجه ممكنه. لا يمكن انه يكون بيدري ده صنيعه حاجه هتظهر في وقت وتروح لحالها، لا يمكن، لا يمكن. لانه بص على الارقام دي تلاقي ان الراجل اكتر حد ممرر 86 تمريره، 80 واحده منهم كاملين، و8 طوليه اللي هو بتحاول تنقل الملعب او من ورا لقدام.
ثلاث مراوغات في المباراه علشان يكون اكتر حد راوغ مع جابي ومع اداما تراوري، لكن رغم كل العظمه الهجوميه والكوبري وكل اللي اتفرجت عليه، الراجل ده تاني اكتر حد استرجاع للكوره بعد جيرار بيكي 9 وبيكي 13. فبتتكلم على الراجل يقدر يديك كل حاجه، يعني الفتره اللي فاتت كان الناس تتكلم على ايه؟ على مجهوده، ان الراجل ده بيتفحت في كل حاجه، منتخب تلاقي، نادي تلاقي. ثم ابتديت تحس ان الراجل ده عنده لمسه مختلفه وفريده من نوعها، ثم بدات تحس انه لو هندافع الراجل ده اكتر حد هيقطع لك كور. فانت قادر انك تعيش سيمفونيه لحد الاخر ليها مايسترو، ليها ناس شغاله، وليها أداما تراوري اللي كان وجوده وقوته في ارض الملعب مختلفه، ما عادش هو الراجل القوي بس. تتفرج على اوباميانج اللي جمهور ارسنال دلوقتي مش قادر يفهم هو ايه اللي بيحصل بالظبط، حاسس ان في حاجه بترجع من تاني لبرشلونه. اي نعم اي نعم، لحد اللحظه دي المساله ليها علاقه بالمركز الرابع، قد يكون الثالث، لكن اللي بيعمله تشافي قياسا بفتره كانت مظلمه جدا وقياسا بمعاناه نفسيه عاشها جمهور برشلونه مع لابورتا ومع الوعود اللي كانت كاذبه مع حفله لسنين طويله على فكره الابقار المقدسه، قدر تشافي انه يطلع من كل الفيلم ده قماش وانه يفرج الجمهور على الحاجه اللي كان هو حاببها. مبروك الفوز لجمهور البارسا على بلباو برباعيه دون رد. نشوف الراجل قال ايه بعد المباراه ونرجع مع حضراتكم نكمل كلام. لسه مكملين مع اسبانيا لانه ريال مدريد على الصداره، وعندنا فايل قريب عن ريال مدريد ممكن المره الجايه لانه عايز ممكن يكون موجود معانا كمان برشلونه والمركز الرابع، لكن ما بينهما في اشبيليا. قبل اشبيليا انا سعيد جدا جدا وعايز اتوجه بالشكر لكل جمهور سوبر ليج الموجود في المغرب، لان تفاعل الناس معانا مع كل فقراتنا عن المنتخب او عن اللعيبه المحترفه حتى ناس مليون شكر ليهم. نتفق النهارده نختلف بكره على الافكار، لكن في النهايه الاحترام بيكون متبادل. يعني انا في حياتي عمري ما شفت كده، منتخب رايح يلعب كاس امم افريقيا بيتم استبعاد اثنين من اهم لاعبيه، الاثنين لعيبه، في فتره الاستبعاد دي الاثنين بيطلعوا نار من بقهم، عدناها طبعا الكلام عن زياش وعن مزراوي. تظهر الاخبار في خلال ثلاث اسابيع مثلا او اقل شويه عن احتماليه، وما تاكد نفيه بالمناسبه، لكن كان الخبر منتشر ساعتها والناس صارت والاعلام المغربي صار والصحافه صارت وكان لهم الحق كليا، بانه ياسين بونو علشان انتقد وحيد خليلوزيتش بعد مواجهه منتخب مصر اظن مع منتخب المغرب، الراجل كان بيفكر في استبعاده. تم نفي الامر، لكن مش ده الموضوع. موضوع ان ياسين بونو بعد الموضوع ده انت بتلاقي حاله تقريبا شبه حكيم زياش، شبه نصير مزراوي، يمكن على صعيد الريكوردز بقى انت بتتكلم فيها خيال علمي. الراجل بيصنع هدف لاشبيليا في لقاء الدربي مع ريال بيتيس، وبيساهم في فوز مهم جدا جدا بيخلي المسافه بين اشبيليا وريال مدريد المتصدر بيحافظ عليها في مباراه بالتاكيد هي صعبه لانها دربي. لكن تبص بقى على اللي حصل او تشوف الريكوردز الخاصه بياسين بونو على صعيد الصناعه وعلى صعيد ان الراجل بيصنع اهداف لاشبيليا، فتلاقي انه القدر كانه بيكافئه على اجتهاده اولا، على تحمله المسؤوليه ثانيا، على ان الراجل مركز في الملعب. ياسين بونو الموسم اللي فات في الدوري صنع هدف ضد بلد الوليد، ده في الموسم اللي فات. واحد من ضمن ثمان حراس صنع اهداف في الدوريات الاوروبيه الكبيره، طبعا مع الكبار، مع اريسون بيكر، مع بن فوستر، مع سيلسون، مع يان سومر، مع ماينيان، مع بيبي رينا، مع خوسيسا وغيرهم من الاسماء. هو الحارس الوحيد في الدوريات الكبرى لحد دلوقتي اللي صنع هدفين في الموسم ده. في القرن ال 21 بونو اكثر حد صنع اهداف في الدوري الاسباني برصيد ثلاث اهداف، متساوي مع احد الحراس. وهو ثالث اكثر لاعب في صفوف إشبيليا صناعة للفرص أو للأهداف بعد إيفان راكيتيتش وماركوس أكوينيا، ثلاث أهداف لكل منهما من حيث الصناعة يعني، وأصبح هو ثالث أكتر حد بيصنع. بونو في الموسم ده، عشان تعرفوا أن الناس أحيانا الصحافة الإسبانية بتجرب تحط مش قرنات لكن توضيح بس، هو قال لك أن بونو في الموسم ده صنع أهداف أكتر من شوية لعيبة، أكتر من شوية لعيبة. طبعا دي مبارياته مع إشبيليا، استقبل 11 هدف، والجري دي حلوه جدا، انه اقل حارس استقبالا للاهداف خلال 90 دقيقه في الدوري الاسباني بمعدل نص هدف، حلوه. اكتر نسبه تصديات في الدوري الاسباني 81%، العين المجرده بتلقط كورتوا اكتر، بتلقط اوبلاك اكتر احيانا، لكن الارقام هنا مهمه عشان تشوف مين بيعمل ايه.
وهو تاني أكتر حارس خروجا بشباك نظيفة في الدوري الأسباني. لكن اللي كنت عايز أقوله بخلاف الأرقام العظيمة اللي احنا بنشوفها على الشاشة، إن الراجل ده صنع أهداف الموسم الحالي أكتر من أسماء رنانة كتير كانت موجودة في لاليغا. باب جوميز، جريزمان، هازارد، إيزاك، دي بول، رودريجو جوس، بعض الأسماء اللي ممكن تكون لامعة أكتر. الراجل ده أنا فاهم إنه رقميا المسألة ممكن يكون مبالغ فيها شوية، لكن ما تبص على بقية الأرقام وياريت نجيبها للناس تانية على الشاشة تحس إن في حاجة حلوة الواحد عينيه ما خدتش باله منها قوي، لأنه التركيز مع ريال مدريد، تركيز مع برشلونة، تركيز حتى مع أتلتيكو كان أكبر. بونو اعترفنا بعظمته الكبيرة جدا، لكن لما يكون أقل حارس استقبالا للأهداف 90 دقيقة ما يكون أكتر حد بيتصدى أو عنده نسبة تصديات في الدوري الأسباني 81%، إحنا هنا بنتكلم عن حاجة محترمة جدا جدا جدا. ياسين بونو واحد من أهم أسباب انتصارات إشبيليا. الصراع بين الريال وإشبيليا هيفضل موجود، يمكن البارسا يجي من بعيد الله أعلم، لكن الإثارة تعود مرة أخرى لليغا بعرض برشلونة الرائع وبقوة إشبيليا مع ياسين بونو. بعد لليغا رجعنا لقينا إيه بيحصل في أوروبا، نتابع التقرير ونرجع لأن عندنا معمعة كبيرة جدا جدا في بريمير ليج. خليكم معنا. الكرة في أوروبا فيها كل يوم جديد، وما بين كل حلقة والتانية بنقابلكم فيها بيبقى في أحداث كتير، علشان كده تعال نشوف رجعنا لقينا إيه من آخر مرة كنا معاكم فيها. يوم السبت مانشستر سيتي قدر يحافظ على الفرق مع ليفربول في الصدارة بعد ما فاز على إيفرتون بصعوبة بهدف بدون مقابل، وعدم احتساب ضرب الجزاء خلى لامبرد هيجنن وخلي جوارديولا يفلت من ضغط ليفربول اللي شاف إنه هيفضل مستمر ومش هيخسر ولا ماتش. هو بيحسد يعني ولا بيتكلم بجد؟ في الناحية التانية مانشستر يونايتد بيخرج بتعادل سلبي باهت مع واتفورد. رانجينك كان معترف بالفشل وقال ده مش سوء حظ، المشكلة عندنا. في انجلترا برضو بس في بطولة تانية، لقب جديد بيتضاف لليفربول بعد فوزه على تشيلسي في نهائي كأس الرابطة، وصلاح بيضيف لنفسه البطولة السادسة مع الريدز. مباراة ماراثون ركلات الترجيح واللي فيها حارس المرمى كيبا بقى على قمة الترند ويفضل شكله كده مكمل معانا سنين. ونروح للليجا، برشلونة بيفضل مستمر في الإبداع. رباعية ضد بلباو خلت الجمهور يتأكد ان تشافي مدرب هيكون كبير جدا لو استمر على نفس النهج. تشافي بعد الماتش بيقول انا عندي مشكلة، الكل جاهز ومش عارف اختار مين، والله زمان يا برسا. ونطير لإيطاليا، وبعد فوز اليوفي على امبولي 3-2 نابولي بيفوز على لاتزيو في الأولمبيكو. تخيل بعد كل ده الفرق بين البيانكونيري ونابولي وانتر المتصدرين 7 نقط بس، يا ترى ممكن تحصل ريمونتادا من بتوع زمان من اليوفي؟ المنافسين دلوقتي مختلفين تماما عن زمان، والكورة مستمرة في الدوران، وطالما مستمرة في الدوران هيبقى كل يوم في جديد، علشان كده كل مرة هنتقابل فيها هنقول لكم رجعنا لقينا ايه. بريمير ليج دوري الانجليزي، والبدايه عند مانشستر يونايتد، لانه في التقرير سمعنا رانجنيك، لكن محتاجين نفصل اللي حصل بعد مباراه يونايتد مع واتفورد. اليونايتد وصل فيها بكميه فرص كانت كتير، لكن في النهايه الترجمه كانت غير موجوده وغير فعاله، واضاع يونايتد من نفسه نقاط المباراه. اولا بعد المباراه سالوا رانجنيك عن ايه اللي حصل، ايه اللي دار، اللوم على مين، فالراجل تصريحاته حابب اقراها حرفيا وبعدين نتكلم، لانه ذا صن ما بتسكتش في الحاجات اللي زي دي وبتقرر انها تفتح الباب لحاجات كتير جدا جدا بعد كده. يعني رانجنيك بعد المباراه قال ان اللي حصل ده مش سوء حظ، الكلمه اللي جايه دي هي لب الموضوع، هذا افتقار الى الدقه، 4 كلمات لكن ده الموضوع. قال رانجنيك ان احنا فعلنا كل شيء باستثناء التسجيل، ومن الصعب تقبل هذه النتيجه لانه في النهايه اذا اهدرت هذا الكم من الفرص يصبح الفوز صعبا. كنا مسيطرين تماما طوال المباراة ولم نسمح لهم بأي مرتدات خطرة، يجب أن نكون أكثر دقة أمام المرمى، لا يسهل خلق فرص أكثر مما خلقناه اليوم، إنه يوم محبط جدا للغاية. الكلام ده بيروح كل مرة على مين؟ من ذا أتلتيك، من ذا صن، من أي جورنال إنجليزي، بيروح عند كريستيانو رونالدو. ليه؟ كريستيانو في آخر 7 مباريات
بنتكلم على معدل التسجيل اولا، انه في اخر 10 مباريات سجل هدف. مانشستر يونايتد نفسه، الفرقه نفسها يعني، في اخر 7 مباريات سجل هدف واحد الفريق في كل المباريات الا مباراه واحده ممكن نستثنيها. ليه ممكن نستثنيها؟ لانها مباراه ليدز. لانها مباراه ليدز الضعيف جدا جدا واضعف دفاع في الدوري، في مليون حاجه ممكن نستثني هذا الامر. طيب بيوصلنا لايه؟ بيوصلنا انه ذا سن قررت انها تعلى بالليفل شويه على موضوع كريستيانو، ويقرر كيلان هيوز الصحفي في ذا سن ان هو ينشر تقرير عنوانه كريستيانو رونالدو للنسيان، لانه اصبح كثير الاهدار ويثبت مره اخرى ان مانشستر يونايتد بحاجه الى مهاجم عالمي. الحاجات اللي زي دي بتظهر كثير مع الوقت، تخبيط في كريستيانو على الفاضي وعلى المليان بيكون موجود، لكن بيكون واجبنا هنا ان احنا نعرض التقرير ونشوف النقط اللي الراجل اتكلم عليها. حاجه منهم تقنعك ماشي، حاجه ما تقنعكش ماشي، لكن نشوف الراجل بيستند على ايه علشان يحط عنوان زي اللي قدام حضراتكم على الشاشه. هو بيتكلم انه بخلاف مباراه اتلتيكو مدريد في الشامبيونز ليج، انه رونالدو ما بيشوطش على المرمى. يعني بيشوط على المرمى مرتين بس، رغم ان بيجيله فرص كتير جدا انه ممكن يكون افضل على المرمى. وبدا يعد بعض الفرص سواء اللي جت في مباراه واتفورد او في غير مباراه واتفورد. على سبيل المثال قال انه في اول 5 دقائق جات له فرصه على بعد 12 ياردة شطها على القايم بدل ما يشوطها في الزاويه السفليه، وشايف ان ده لازم يروح في اتجاه رونالدو. الحاجة التانية قال انه بعدها جات له كرة من ناحية اليمين لكنه وقع في مصيدة التسلل، وما ينفعش حد خبير زي كريستيانو رونالدو يقع في مصيدة التسلل في كرة شبه دي. دي كانت التانية. لما راح رونالدو للاستراحة ورجع من تاني قال انه خد تمريرة من برونو فرنانديز لكن سددها بشكل مباشر في مدافع واتفورد. هو عايز يوصل لإيه؟ عايز ياخد جملة رانجنيك الشهيرة بتاعت احنا افتقدنا للدقة ويوجهها ناحية مهاجم مانشستر يونايتد اللي هو من المفترض انه لا يفتقد ابدا للدقة. وبالتالي هو عمال يعد واحدة في التانية في التالتة في اتجاه كريستيانو. وقال في الاخر انه مسألة اهدار الفرص ملهاش علاقة بس بكريستيانو، لكن ليها علاقة بالفريق بشكل عام، لكن المفروض ان انت راجل جاي من طراز عالي جدا جدا وانت موجود في التوب ليفل، فاحنا لازم نحملك مسؤولية اكبر من مسؤولية اي حد تاني موجود في ارض الملعب. لكن اخر جملتين هو اللي انا عايز اقولهم، لانه احيانا متابعينا بالذات من بره مصر يقول لك هو انت عايز اي حاجة تحشر فيها اسم محمد صلاح وخلاص؟ الموضوع مش هنا، الموضوع هناك. ختم الراجل تقريره هو بيتكلم على بعض المقارنات، وقال انه في الوقت اللي بيتألق فيه هاري كين سواء في التسجيل او في الصناعة، وفي الوقت اللي هداف الدوري الانجليزي جناح اصلا ما هوش مهاجم موجود جوه منطقة الجزاء والفرقة بتخدم عليه، كريستيانو رونالدو لم يكن حاسما. ده كان ختام التقرير. المسائل بقى امتى تقتنع او ما تقتنعش ده موضوع تاني، لكن الراجل وصل بالتقرير ده على جملة تانية، قال من المستحيل ان يضيع رونالدو هذا النوع من الفرص في اوج عطائه. وبالتالي فانت بتوصل هنا الى انه رونالدو لم يصبح في اوج عطائه. ده رجعنا خطوتين لورا من حلقتين فاتوا لما كلمنا عن جيمي كاراجر اللي قال يا جماعة مفيش عقل يقول انه لما مدرب يقعد لعيب عنده 37 سنة على مقاعد البدلاء الدنيا تقوم عليه. أرقام رونالدو، وهي بالمناسبة مش أرقام سيئة قدام واتفورد، بنتكلم على 4 تسديدات، تاني أكتر من سدد من بعد فرنانديز برونو يعني، على المرمى واحدة، لمس الكورة 36 مرة، عمل مراوغة واحدة، تقدر تحسبها إيجابية أو سلبية هذا أم شأنك، لكن الفكرة إنه تحميل الأمور لكريستيانو رونالدو فقط لا غير، دي إشكالية هتكون موجودة بالذات إنه آخر تقرير جه من ذا أتلتيك على الموضوع ده بيقول إنه رانجنيك مش شايف إن كريستيانو رونالدو هو المهاجم المنتظر لمانشستر يونايتد اللي يقدر يقود الفريق في الموسم القادم. خد بالك كويس إنه رانجنيك، الناس اللي بتحب الدوري الإيطالي واللي بتشجع الميلان كانت عارفة كويس جدا إنه في الوقت اللي ترشح فيه رانجنيك إنه يدرب الميلان وإنه بيولي ما يكملش مع الفريق، كان شرط مهم جدا من شروطه إنه مفيش إبرة، مفيش زلاتان، مش هتحمل لعيب زي زلاتان بقوته بشخصيته برغبته في اللعب دايما بتخديمه على الفرقه اللي من وجهه نظره ما كانش هيساعده، وحاله كريستيانو طبعا مش زي زلاتان 40 في النهايه،
لكن هي قريبة بعض الشيء. فالموضوع ده هيفضل يعمل دوشة كتير. الحاجات اللي شبه دي بتوري لك قد إيه إنه المسائل في إنجلترا مهما كان النجم قوي، مهما كان النجم براندنج، في النهاية أي حد بيغلط لازم الصحافة ما بتسيبوش في حاله. سير أليكس فيركسون، لأنه الكلام عن مانشستر لازم دايما يرتبط بسير أليكس فيركسون وتمثاله في أبردين، الفريق اللي أشرف عليه، وأي حاجة ليها علاقة بسير أليكس لازم تخلي وشنا بيضحك. مبسوطين نحن نشوف تمثال سير أليكس فيركسون، تعالوا نشوف لقطات من المشهد ده ونرجع نكمل الكلام. طبعا في إنجلترا الموضوع بخلاف يونايتد، في قصص كتير لكن واحدة منهم معقدة، فعايزين نحاول نبسطها لكل مشاهدينا. الموضوع كان في انه في اطار بعض الازمات اللي بيشهدها العالم، فنادي تشيلسي ومالكه رومان ابراهيموفيتش قرر انه مش يترك ملكيه النادي، ولكن يامر انه يكون في جهه بتشرف على نادي تشيلسي. وهنا محتاجين نستعرض الموضوع من البدايه، لانه في بيان رسمي رومان ابراهيموفيتش مالك نادي تشيلسي خرج بيان بكلمات مؤثره جدا، قال فيها إنه خلال ملكية تشيلسي لمدة 20 عاما تقريبا كنت أرى نفسي حارس للنادي، حيث تتمثل وظيفتي ضمان نجاحنا كما يمكن أن نكون اليوم، بالإضافة إلى البناء من أجل المستقبل، بينما نلعب أيضا دورا إيجابيا في مجتمعاتنا. لطالما كنت أتخذ قرارات مع مراعاة مصالح النادي في الصميم، ما زلت ملتزما بهذه القيم. هذا هو السبب في أنني أعطي اليوم أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية إشراف ورعاية تشيلسي، أعتقد أنهم حاليا في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والجهاز والمشجعين. شوية أسئلة مهم إن احنا نجاوب عليها علشان نفهم الناس ببساطة إيه اللي حصل. سؤال أول، هل تخلى أبراموفيتش عن ملكية نادي تشيلسي؟ الإجابة لا. ليه لا؟ لأنه تسليم النادي إلى لجنة الأمناء كما وصفها أبراموفيتش ده عبارة عن إنه النادي بيحاول يتجنب أي مشاكل ممكن تحصل في المستقبل. ليه؟ البيان حوالين الإشراف والرعاية عن نادي تشيلسي لا يعني بالضرورة انتقال ملكية النادي، ده رقم واحد. وإنه ما تمش تسليم أسهم النادي، فمسألة نقل الملكية ده مش أوبشن أصلا موجود، المسألة مسألة إشرافية بحتة. وبالتالي أبراموفيتش حتى الآن هو الشخص الذي ما يزال يستمتع بالسلطة كما هي بالضبط، وله القرار الأول والأخير. بالمناسبة احنا جمعنا كل تقارير الصحافة الإنجليزية الموجودة عن هذا الإطار وجمعناها على هيئة أسئلة بحيث يبقى سهل على الناس انها تفهم الموضوع ببساطة، لأن الموضوع فيه شوية تعقيدات. وبالتالي ده كان أول سؤال، هل الراجل استغنى عن النادي أو تخلى عن النادي؟ لا، الموضوع ده مش موجود، لأنه أبراموفيتش ما يزال هو الراجل اللي عنده أكبر صلاحيات ممكنة. السؤال التاني، مين هم الأمناء دول؟ يعني مين اللي هياخد قرارات في تشيلسي وهيحافظ على النادي في غياب أبراموفيتش؟ والحقيقة أنه هنا لازم فعلا تسقف للي بيحصل، لأنه اختيار الأشخاص ما كانش اختيار عادي على الإطلاق. احنا بنتكلم في ناس يا جماعة مناصب هامة، يعني بتتكلم على بروسباك ده المحامي اللي ساعد أبراموفيتش أصلا في أنه يستحوذ على تشيلسي في يوليو 2003، وهو كان الوجه العام للتسلسل الهرمي من هذا التوقيت. إيما هايز دي مديرة نادي تشيلسي للسيدات، سير هيو روبرتسون ده نائب رئيس الاتحاد الأولمبي البريطاني اللي شغل منصب وزير الرياضة خلال ألعاب لندن في 2012، بيارا باور ده الرئيس التنفيذي السابق لكيكت أوت، المدير التنفيذي الحالي لمجموعة مكافحة التمييز العنصري في أوروبا، وده مهم جدا 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 هذا الرجل. جون ديفاين محامي، بول راموس ده المدير المالي لتشيلسي. وبالتالي الأشخاص دي إما أن كان ليهم تواجد سابق وخبرات لسنين طويلة مع النادي، وإما أن كان ليهم منصب رفيع في البلد بشكل عام. فلما تختار أن حد يشرف على نادي، أنت بتدي هنا الوظيفة للي يستاهلها. كويس. السؤال الثالث، لو أبراموفيتش تعرض للعقوبة بأي حال من الأحوال، محدش عارف اللي جاي إيه، إيه اللي هيحصل؟ وهنا بقى بيبان الدور الواضح قوي في مسألة إنه إزاي تسليم الإشراف الخاص بالنادي لمجموعة مجلس الأمناء أو الحكماء أو بيبان هنا أهميته الكبيرة جدا. لو تمت معاقبة أبراموفيتش، فإحنا هنا بنتكلم على إنه فلوس النادي هتبقى رايحة فين. لو
ما تعاقبش ابراموفيتش الموضوع منتهي. لكن لو تعاقب ابراموفيتش فاحنا هنا بنروح في سكه انه في نادي بيديره مجموعه من لجنه الامناء اللي ما فيش عليها اي حاجه من اي نوع. وبالتالي هنا موقف النادي صخ سليم. صخ سليم، ما عندوش اي مشكله من اي نوع. ده كان التصور الاول. وبالتالي تشيلسي هنا مش هيتاثر. ولما هتيجي تعد الاسباب اللي توضح ده، انا معلش بقول ده تاني، احنا جبنا كل التقارير اللي ممكنه بحيث كل حاجه تكون رايحه لك بالمنطق. في اسباب كتير بتقول ان تشيلسي مش هيتعاقب باي حال من الاحوال حتى لو ابراموفيتش نفسه تعاقب. اول سبب انه الشركه اللي هتكون موجوده دي هي شركه مسجله في المملكه المتحده، ملهاش ادنى علاقه بروسيا. ده رقم واحد. رقم اتنين، الشركه دي كسبانه 400 مليون جنيه استرليني. شركه بتجيب فلوس مع اموال نقديه موجوده في البنك وفي شركاء تجاريين كتير. تديرها في الوضع الحالي مؤسسه هي على الورق مؤسسه خيريه. مؤسسه خيريه ملهاش علاقه بحاجه تانية. وبالتالي فانت هنا ما عندكش اي مشكله على النادي لو تعاقب ابراموفيتش. وطبعا لو ما تعاقبش خلاص كل حاجه راحت لحالها، ممكن الراجل يرجع من تاني والموضوع كله ينتهي. في بقى تقرير تاني كان بيتكلم عن انه لا، ممكن تحصل شويه مضايقات، انه لو تعاقب ابراموفيتش يتبص على فلوس النادي ان الفلوس دي ما هياش ملك الخمسه سته اللي موجودين في اللجنه. وبالتالي فانت هنا ممكن تحجز على اموال النادي، ممكن اللعيبه ما تلاقيش مرتباتها، ممكن يحصل اي حاجه تضر بمصالح النادي. نفس التقرير ده رجع في النهايه وقال لك طب هو يعني معقول انجلترا هتسيب نادي كبير بيطلع فلوس، نادي له جمهور على مستوى العالم، بيساهم في ناس جايه انجلترا، سياحه، حاجات بتتباع، كل الكلام ده انجلترا هتسيبه وتمسك في المساله دي؟ فوصل في النهايه الى انه ده هيبقى صعب وصعب جدا في الفتره القادمه. محامي رياضي شهير اسمه ستيوارت هانشر، وده شريك في شركه في احد الشركات، يعني قال ان كلمه الاشراف ما لهاش معنى قانوني. ده بقى الناحيه القانونيه. وبالتالي فنقل الاشراف والرعايه للامناء بيختلف تماما عن ما اذا كان ابراموفيتش هيدي ملكيه للامناء. وقال انه البيان الموجود على موقع تشيلسي بيتكلم على انه النقل والاشراف هنا من الناحيه النظريه كان مثلا في حد موكل ليه انه ياخد بعض القرارات المهمه. وده طبعا بيقول انه النادي في الوقت الحالي في ايدي امنه، وبالتالي الراجل معانا على الشاشه زي ما فاهم في انه تشيلسي يظهر في ثوب اوروبي مختلف، يظهر للعالم من اول الالفينات ولحد النهارده في وقت صعب جدا 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 على العالم كله، قرر انه ياخد قرار حكيم من الناحيه الاداريه انه يسلم الاشراف على النادي لمجموعه من الحكماء، وهو قرار بيتحط في سلسله قراراته اللي كانت ذكيه، بعيدا بقى عن انه يخبط في المدربين يمشي مدرب النهارده او بكره، لكن في صالح النادي وفي صالح جمهور النادي اعتقد انه البيان كان على حق كليا بالنسبه لابراموفيتش. توخيل بعد نهايه مباراه تشيلسي في ظل كل هذا الاطار وكل هذا او كل هذه المشاكل كان له تصريحات خاصه جدا بعد مباراه ليفربول، هنشوفها وهنرجع لانه عندنا قصه مهمه جدا جدا عن ليفربول اللي توج بالكاس، لكن في الكاس كان في لمحات وكان في تفاصيل ما ينفعش انها تفوت ابدا من سوبر ليج، فخليكم معنا. اولا مليون مبروك ليفربول جمهوره محمد صلاح على الفوز بكاس الرابطه، وهارد لك لتوخيل المدرب المحترم جدا هو ولاعبيه بالفرقه او الفرقتين بشكل عام. عمل مباراة استثنائية فريدة من نوعها في كل شيء، في إثارتها وفي جمالها لحد الوصول لركلات الترجيح اللي كان لازم هي بس اللي تحسم مين اللي ياخد لقب الكاس. لكن هنا اسمحوا لي أخلي الكرة على جنب لمدة دقيقتين. يا جماعة زي ما العالم حب كرة برشلونة، كرة برشلونة حبها وتأثر بيها وحس إن رجوعها بتعني رجوع الابتسامة بعيدا عن جمهور ريال مدريد يعني، لكن رجوع البسمة هنا كان بيفرق كتير. يورجن كلوب واحد من الناس اللي انت مهما كنت بتشجع اي فريق لازم تحبه، لازم تحبه. لو ما حبيتهوش علشان فنياته هتحبه علشان اللي عمله مع اللعيبه بشكل عام، وانه في اصعب الظروف قدر يوجد فريق بطل الناس ما بتتكلمش عن دي كتير، ان انت كان معاك ايه وطلعت منهم بايه. ولو ما حبيتهوش علشان دي فتحبه يا اخي علشان موقف مهم جدا والعالم بتجتاحه الكورونا، لما اتكلم على انه كرة القدم واهمية كرة القدم هي مجرد لعبة وانه في وظائف تانية مهمة اهم من الكرة بكتير فبلاش العصبية. ولو ما حبيتوش علشان كل ده
فانت لازم تحب كلامه بعد نهاية المباراة، واللي كان وصفه فيه لحالة كيلهر حارس المرمى وصف يستحق انه يدخل فعلا في مقدمة موضوعاتنا في سوبر ليج. كيلهر هو حارس مرمى ليفربول اللي بدأ معاهم مشوار الكاس، واللي بدأ لحد المباراة النهائية الذي كان ليفربول يستعد فيها إلى مواجهة تشيلسي. كيلهر حارس المرمى اللي لعب المباراة في وجود بيكر على مقعد البدلاء، اللي خد غمار ركلات الترجيح، سئل عنه يورجن كلوب بعد المباراة رغم أنه ما أنقصش حاجة فيهم، كيبا هو اللي ضيع في النهاية، لكن الراجل بيقول إيه؟ ممكن نشوف الراجل بيقول إيه؟ حتى في كرة القدم الاحترافية يجب أن يكون هناك مساحة مهمة، ويجب أن يكون هناك بعض المشاعر. أنا هقول الكلام اللي اتقال واللي نقل في المؤتمر الصحفي، وهقول الكلام اللي اتقال لسكاي. ده اللي اتقال في المؤتمر الصحفي: يجب أن يكون هناك مساحة لبعض المشاعر. كيلهر هو صبي صغير يلعب في جميع المسابقات، ماذا أفعل؟ أنا شيئان، مدرب محترف وإنسان، والإنسان قد فاز. في الجزء الثاني اللي اتكلم فيه في السكاي قال حاجة شبه كده، لكن قال أنا كنت ما بين اتنين، أنا المدرب الاحترافي اللي لازم ياخد قراري يفيد الفرقة، وأنا بني آدم وشايف كيلهر قدامي الراجل اللي هو مش أعظم حاجة في حراسة المرمى، وللفرق بينه وبين أليسون كبير جدا جدا، وقد يكون الفرق ما بينه وما بين حراس كتير جدا على مستوى العالم كبير، لكن في النهاية البني آدم اللي جوايا هو اللي كسب. وأنا أكاد أجزم حتى لو كانت ضرب الجزاء تغير كل المعطيات دي، إن القصة دي كان هيتم الاحتفاء بيها مهما كان، لأنه ما تقنعنيش إنه كيلهر داخل ضربات الجزاء الترجيحية وهو بيشوف الثقة في مدربه فيه عاملة كده. هو مش كان السهل إن ممكن حارس مرمى تاني ينزل زي ما تخل عمل؟ لكن أنت الراجل بتاعنا النهاردة، أنت اللي بادئ، وأنت اللي أنقذت كام كورة، وأنت اللي هتقودنا في ركلات الجزاء الترجيحية. وبالمناسبة أداء كيلهر رغم أنه ما أنقصش حاجة كان أفضل بكتير من أداء كيبا. وبالمناسبة تاني، والله أعلم، لكن كيبا كان متأثر جدا أنه مندي اللي بدأ المباراة، أنه كان حاسس أنه دي بتاعتي، فأنت منزلني عشان ركلات الترجيح، نازل وهو مش جاهز، مش عارف يكبر جسمه، هو جسمه مش كبير طولا وعرضا، واكتفى بالحركات الاستعراضيه اللي دودك كان بيعملها في نهايه 2005 الشهير مع ميلان. فما تحسش ان في حارس كبير واقف قدامك. موضوع بقى مندي يشارك ما يشاركش، هو بطل بركلات الجزاء الترجيحيه، ده موضوع تاني، لكن اللي عمله كلوب مع كيلهر جرعه من الثقه وجرعه من الجمال في التعامل مع بني ادم. سيبك من الكره خالص، التعامل مع موقف بالطريقه دي وبالشكل ده يضاف الى سلسله من مواقف كلوب. وهنا لب الموضوع، اندبندنت قررت انها ما تسيبش المشهد ده في حاله، وانها تفكر الناس لانهم كانوا محتاجين يفتكروا الحاجات اللي شبه دي اللي عملها يورجن كلوب قبل كده على مدار المسيره. ميليسا ريدي، واحده من اشهر الصحفيات على مستوى العالم والمختصه بشان ليفربول، كتبت انه في موقف مشابه تماما في 2018 في مباراه ليفربول مع ريال مدريد الشهيره، لما كانت المساله هنا ليها علاقه بحارس المرمى الذي لم يكن موفق لوريس كاريوس في 2018، مرات يورجن كلوب شخصيا راحت علشان تواسي والدة كاريوس، وهم راجعين كان صورة شامبرلين وإصابته مهمة جدا، فورها للعيبة، قال لهم ده الدرع الأوروبي، ريال مدريد النهاردة كان محظوظ، هنستعيد هدوءنا وهنرجع من تاني. وقد كان يورجن كلوب اللي في كل المواقف اللي كانت مختصة بكوتينيو، واللي كان جماهير ليفربول الراجل تعرض لكل الحاجات الممكنة، هو الشخص الوحيد اللي كان بيتكلم عن كوتينيو بشكل جيد. اديت للفرقة، عايز تمشي توكل على الله، الموضوع منتهي، لكنه لم يخطئ أبدا وما خدش اللقطة في موضوع كوتينيو. حتى بعد موضوع كوتينيو في 2016 في كاراباو، لما ليفربول خسر من السيتي، كان الكلام بعد المباراة بيفكر الناس بانه الساذجين من يبقون وينتظرون الهزيمه التاليه، مش هنعمل ده. الراجل النهارده بطل، ممكن يخش في جدال مع جوارديولا على حكم، ممكن يخش من باب انه ينبر على السيتي بانهم هيكسبوا ايفرتون والفريق هيرجع 6 نقط، بس وين ات كاونت لما تيجي لحظه الجد، ده يورجن كلوب. عشان كده التعامل اللي كان لازم يحصل مع صلاح وماني كان الراجل ده هو اللي يعرف يعمله.
ده بس اللي كان يعرف يعمل ده ويحتوي الاثنين في كل الظروف وفي كل المواقف. وختاما بقى، عشان دي كانت انتوا عارفين احنا متبنيين الموضوع ده بقالنا كام حلقه، لما صلاح راح لابو جمل وقال له ماني جاي ورايا دلوقتي وهو هيشوطها في الحته دي، وجي ساديو ماني يجري علشان يقول لابو جمل الكلام ده، لما ظهر للاعلام الناس قالت لك ايه ده انت رخم يا عم ماني قوي، انت بتعمل ليه كده يعني. صلاح وهو راجع من البينالتي قابل جورجينو، فقال لجورجينو دون جامب، ما تنطش، اللي هي النطه اللي بياخدها قبل كل ضربه جزاء، ما تنطش، وسابه ومشي وضحك وسابه ومشي. تبص على اللقطه تقول هو بينكف فيه ليه؟ هو في ما بينهم حاجه؟ الحقيقه انه صلاح كان صوته لجورجينيو في الكره الذهبيه. فالمواقف اللي زي دي انت بتحاول تنكش، خرج لعيب عن شعوره لو عرفت تعمل ده، ده في الكوره. لكن بعد الماتش كل حاجه تمام، دول صحاب ودول صحاب. فدي المساله. نجاح ليفربول في الكاراباو كان نجاح رائع يستحق هذا الرجل، هارد لاك لتشيلسي. الموسم بتاعه اصبح صعب جدا لانه من الدوري للكؤوس، تشامبيونز ليج لسه فيه الفرصه، لكن تخل بكل تاكيد موضوع مندي هياخد شويه وقت في التعامل مع الصحافه الانجليزيه. دي كانت اهم المستجدات الموجوده في بريمير ليج، اللي كانت موجوده كمان في لاليغا. وبعد الفاصل هيكون معانا الدكتور عادل سعد، لانه التحول سريعا لدوري ابطال افريقيا للشان العربي لمؤتمر قوي جدا جدا من جمال بالماضي استعداد لكاس العالم. كلام كتير جدا هنتكلمه مع دكتور عادل سعد، لكن نشوف الراجل ده قال ايه الاول بعد نهايه المباراه يورجن كلوب. ثم فاصل ثم نستقبل دكتور عادل سعد ونتحول الى دوري ابطال افريقيا. خليكم معنا. كالعاده في دوري ابطال افريقيا وفي الحديث عن الكره العربيه، دايما دكتور عادل سعد بيكون عنده الاضافه التاريخيه في اي حاجه من الحاجات يعني. مساء الفل. مساء الفل عليك يا محمودي. ايه الاخبار؟ ماشي الحال. هندوراس وبعدين الثانيه كانت ايه؟ هندوراس وجواتيمالا والثالثه لا سلفادور لسه ما دخلناش عليها. لسه ما دخلناش. قلنا فاس. حد على تويتر بقى بعت لي النهارده ايه؟ باكستان. بص، اختبار عن كاس الاتحاد الاسيوي من فتره بقى. يا جماعه قسما بالله العظيم ما في مره واحده من الحاجات دي، لا الصغيره دي، بنبقى اصلا متكلمين في اي حاجه قبلها ليها علاقه بالتاريخ اساسا. وانا بستغرب من جمله اصل انا لسه قاري عن مش عارف ايه، قاري عن ايه؟ ايوه. طب انا اقول لك على حاجه، يعني انا مثلا السلفادور نادي فاس، اكتر نادي فاز هناك بالدوري، ليه؟ ربطته بالمغرب الفاس المغربي عشان ما انساش الاسم، وربطته بخورخي جونزاليس الماجيكو جونزاليس النجم بتاعهم التاريخي اللي كان بيلعب في قادش الاسباني. باكستان كاس الاتحاد الاسيوي، وقريت على الانديه الباكستانيه، لقيت اشمعنى ليه؟ شغف. ليه؟ شغف من باب العلم بالشيء. والله من باب العلم بالشيء. يعني كان في قريت عنها امتى؟ من حوالي سنه. هو اسمه ايه النادي؟ خان ريسيرش لابوراتوريز. تاني. خان ريسيرش لابوراتوريز. خان ريسيرش لابوراتوريز. ده خده بالنظام الحديث اكتر من سارش اسلام. اكتر نادي اعتقد هو اللي واخده بالنظام الحديث، لان الدوري الباكستاني بادئ من سنه بالنظام الحديث كمان. ايوه، لان سنه 47 بعد الانفصال عن الهند كان في دوري اتعمل، ولكن هم يعني نوعا ما الدوري الحديث هو اللي معترف بيه اكتر يعني. هنسرش. ماشي. ورا الكلام ده. يا موسى ربنا يستر. ان شاء الله بصراحه. ربنا يستر. كل مره. تاني بعيدها للناس الحاجات اللي زي دي، انا عارف ان هو ما شاء الله حافظ كل حاجه، بس الفكره ان انا واثق انه الحاجات اللي بتتقال هنا في الحتت دي عمر ما حد هينساها، فان كنت كسبت معلومه جديده فاعتقد ان انا فايده كبيره جدا بالنسبه للناس اللي بتتفرج عليها. بس سارش يا اسلام على اسمه ايه تاني؟ خان ريسيرش لابوراتوريز، ده نادي في باكستان. اعتقد هو ده الاكثر فوزا بالدوري في باكستان. طيب. اسلام مشبعي كمان عايز يسرش فهيسرش. طيب ماشي. طيب لحد ما يسرش، جمهور الوداد عمل مباراه هايله كانت جزء من حكايه الوداد مع الزمالك، والفوز طبعا بالنسبه للوداد كان مهم جدا، ما كانش عندهم خيار تاني اصلا، لكن الجمهور كان ملفت الى حد كبير جدا، وادى قوه دفع للفريق في ارض الملعب كانت بشكل لا يصدق. شوف يا حمودي، دايما شمال افريقيا مميزين قوي في حته الجمهور، يمكن حتى كمان مصر عندنا كمان مميزين، والسودان المريخ والهلال، وانت بتبص على ليبيا على ملعب طرابلس وعلى تونس والجزائر والمغرب كلهم مميزين. ولكن جمهور الوداد دايما من الجمهور اللي بيصنع فعلا الحدث في المباريات. عايز اقول لك ان الفتره الاخيره او الاسبوع الاخير ما كانش سعيد على نادي الوداد، كان في ضغط كبير على الكراكي وعلى اللعيبه. خساره 2-0 وكان ممكن تبقى الخساره اكبر من كده بكتير، ولكن في النهايه
خسروا 2-0 وكمان خسروا مباراة قبلها بريترو أتلتيكو، والأداء كان سيء جدا وكل جمهور الوداد ما كانش متفائل بلقاء الزمالك. ولكن السماح للجمهور بعد سنتين إغلاق للملاعب أمام الجمهور ده إدى بارقة أمل. وليد الرجراجي نفسه اتكلم في الموضوع ده بعد المباراة وقال لك إن الجمهور هو اللي كان الدعم الأساسي لنا في المباراة واللي نهدي له الفوز، لأن هو السبب الأول والأخير في الفوز بالمباراة. ودايما الوداد حتى تاريخيا وأنت بتبص عليهم، نادي الوداد طبعا من الأندية العريقة من سنة 37، أندية نادي طلع يعني منهم نور الدين نايبت اللي كنا لسه بنتكلم عنه الحلقة اللي فاتت، طلع عن لعيبة كبيرة جدا. الجمهور صنع الحدث قبل كده، صنع الحدث قبل كده في آخر فوز بالوداد ببطولة دوري الأبطال محمودي على حساب الاهلي 1-0 وديل كارتي، قبلها قبل النهائي دي واحده من المباريات التي لا تنسى امام اتحاد العاصمه الجزائري 3-1، اشرف بن شرقي هدفين ووليد الكارتي هدف، وكمان عبد اللي وايوب عبد اللي اللي كان مسجل هدف اتحاد العاصمه. كمان بقى المباراه اللي انا ما انساهاش ابدا كانت مباراه الترجي التونسي والوداد البيضاوي في دور المجموعات، في المجموعه اللي كانت بتضم معاهم الاهلي ومولوديه الجزائر في بطوله 2011، اللي الاثنين برضو كملوا ووصلوا لعبوا النهائي مع بعض، ولكن الترجي اللي فاز. ميشيلدو كاستال كان بيقود نادي الوداد البيضاوي، نبيل معلول هو اللي كان بيقود نادي الترجي. النتيجة في الشوط الأول 2-0 للترجي بكل أريحية، وجدي بوعزي اللي كان سجل الهدف الأول، وليد الهشري سجل الهدف الثاني، وفجأة في الشوط الثاني ينقلب الحال من كتيبة ميشيلدو كاستال، وجمهور الوداد البيضاوي كان حاضر وبقوة، وتتقلب النتيجة. فابريس أنداما يسجل هدف بتسديدة من داخل ال 18 في المعز بن شريفية، ثم الهدف الثاني بتدخل على محسن يجور من المهاجم من مدافع إدريسة اللي كان لاعب مالي، ويتصدى لركلة الجزاء يوسف القديوي، ويتعادل الوداد يوميها 2-2. والتعادل ده بالتحديد هو اللي صعد الوداد بفارق الأهداف عن الأهلي عشان يصعد مع الترجي من المجموعة. فالمباراة دي بالتحديد من المباريات التي لا تنسى للوينرز، المجموعة اللي اتعملت سنة 2005، المجموعة اللي فازت قبل كده يمكن بجائزة أفضل جمهور في العالم في 2015 و2019. مباريات أفضل جمهور في العالم، أفضل جمهور في العالم، لأنهم عملوا دخلات عظيمة جدا 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 وفي 2015 و2019. يعني دول تحديدا يعني كان في كده تصويت بيحصل على البيدجات بتاعة الألترس على مستوى العالم، وكان هم في التصويت ما شاء الله يعني عدوا يعني. فدايما جمهور والرجاء البيضاوي حتى كمان رجاء ما لحقش قوي الجمهور يحضر، لان كان في مشاكل كده ما بين الألترس بتاعه وما بين الحضور بتاع المباراه الاخيره مع هورايا كوناكري اللي فازوا بها بهدف محسن متولي. جمهور شمال افريقيا فعلا ممتع لما اتفرج على مولوديه الجزائر، شباب القبائل وفاسطيف الترجي الافريقي الوداد يا اخي، ده حتى الكوكب المراكشي، الاسامي الانديه اللي هي بدات تختفي شويه من على الساحه تتفرج عليهم محمودي، لا حاجه جميله. طيب ممتعة. الفوز بيدي مزيدا من الهدوء لوليد الركراكي، لكن حسابات التاهل اخبارها ايه؟ لا حسابات التاهل الامور بتتعقد على الزمالك بشكل كبير، خاصه ان انت في نقط معينه. التعادل للزمالك مع بترو اتلتيكو بنفس الكيفيه اللي حصلت الموسم الماضي، الزمالك اتعادل في اول المجموعه مع مولوديه الجزائر، ثم تعادل مع تونجت 0-0، والزمالك طلع اتعادل مع ساجرادا 0-0، ثم الخساره بنفس النتيجه من الترجي 3-1، ثم الخساره 3-1. زيد على ده بقى كمان ان بترو اتلتيكو عنده ميزه، بترو اتلتيكو فاز على الوداد 2-1، بترو اتلتيكو هيلعب مباراتين على ملعبه اللي هو مع ساجرادا، ساجرادا ما بيلعبش على ملعبه فبيلعبهم في 11 نوفمبر الملعب الخاص بنادي بترو اتلتيكو، فكل دي مزايا لنادي بترو اتلتيكو، فعشان كده الحسابات من وجهه نظري بتتعقد شويه على الزمالك وبتذهب في صالح الوداد البيضاوي مع بترو اتلتيكو. وساجرادا اعتقد هو اللي هيبقى متزايل للمجموعه يعني. طالما جبنا سيره الوداد فلازم نعدي على الرجاء، الرجاء ورشيد الطوسي، لانه التعيين خلاص تم اظن من ساعات، من ساعات بالظبط، وكان الكلام بيدور اكتر انه الفتره اللي فاتت المدير الفني هيكون وطني، مش هيلجأ الرجاء للاجانب من تاني، وكان ليهم اسباب في ده، وحسوا انه اللي حصل الفتره اللي فاتت كان سيء جدا جدا، فتعالى نناقش القرار نفسه. اولا التوقيت، قال دلموتس، ثم الفتره الانتقاليه، ثم تعيين رشيد الطوسي، ثم المستقبل بالنسبه للرجاء. طيب ممكن ارجع معاك لشويه ورا، لان الموضوع يحتمل الرجوع لورا شويه يعني. انت النهارده بتتكلم احنا هنتجه للمدرب الوطني، رغم ان انجازات الوداد الرجاء البيضاوي كلها مرتبطه بالمدربين الاجانب او المدربين اللي مش جنسيه مغربيه، رابح سعدان ووحيد خليلوزيتش واوسكار فيلوني واسامي كتير جدا، وهنري ميشيل واسامي كتيره جدا، ماشي دي مش قصتنا، لان مش شرط ان التاريخ هو اللي بيكون مكمل معاك رغم ان النجاحات مع اصحاب جنسيه غير مغربيه. طيب انت النهارده جبت مارك فيلموتس ليه ومشيته في ايه؟ انت جبته في ايه ومشيته في ايه؟ الراجل
سيفيهو مش قوي. مارك انا قلت لك فاكر من حلقه قبل كده قلت لك ان هو لعب 80 ماتش في 20 سنه بمعدل 4 ماتشات في السنه وما حققش نجاحات مع الانديه. قرار خطا بيتم تصويبه. حلو. يعني اعتبرني في مكان الاداره عشان نعرف نتناقش يعني. ماشي. قرار خطا الاداره خدته تم تصويبه. انت تمت عشان تتم تصويب الشرط الجزائي خزعبلي. تمام. عشان ياخده وده امر مش كويس. باتريك ديفيلد هو اللي هو التكنيكال دايركتور بتاع النادي هو الراجل اللي جابه لهم من الاسف دخلهم في المشكله. انقاذ موسى. انقاذ ماشي. الزمالك دلوقتي بيحاول ينقذ الموسى. جميل. في نفس الفكره. جميل جميل. بس الزمالك ماشي بعد ايه؟ بعد هزيمه 3-1 من الوداد. تمام. انت النهارده بتتكلم على مارك فيلموتس مشي بعد ايه؟ بعد الفوز على وفاق سطيف في الجزائر بس في بهدف محمد زريده. بس هي باثر رجعي. باثر رجعي الاعلام اعتبر انه الاداء سيء جدا. فانت بتكسب علشان الفريق اللي قدامك بيضيع فرص او انت بتكسب وانت مش كويس معاك فما ينفعش ده يستمر. طيب الانكد بقى في الموضوع يا محمودي الخبر نزل على الصفحه الرسميه بتاعت الرجاء ورجع اتشال تاني اللي هو اقاله مارك فيلموتس اللي هو همشي ولا قاعد ولا هيقعد ولا يمشي وفجاه اسامي بقى بالجمله طرحت. الولد اللي قاعد على البيج ما كانش مركز ساعتها ما اعرفش بقى دي انا حاولت بس مش قادر بصراحه. وفجاه اسامي طرحت. عزيزي العمري فوز البنزرتي ورشيد رشيد الطوسي معين الشعباني يوسف السفري ده انا اسامي عد وحدث ولا حرج وفي شد وجذب. لا فوز البنزرتي لا ده موقوف 6 ماتشات افريقيا لا ما بينفعش يجي. طب العزيز العمري لا 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 التجارب الاخيره بتاعته كانت ما كانتش جيده. طب يوسف السفري لا لسه قليل الخبره. طب معين الشعباني لا مرتبط مع بص بقى حسام البدري حتى رشيد الطوسي الوحيد اللي ما كانش مرتبط بنادي. رشيد الطوسي بعيد عن الساحه من 2019 لما كان تولى مسؤوليه اولمبي خريبكا في نفس الموسم اللي هبط فيه اولمبي خريبكا لكن هو ما كانش مكمل لحد اخر الموسم. ولكن يبقى رشيد الطوسي واحد من الأسماء في عالم التدريب المغربية الأسماء الجيدة جدا جدا. راجل صاحب تجربة مهمة جدا مع المغرب الفاسي. المغرب الفاسي واحد من الأندية الكبيرة في المغرب على فكرة ولكن بدأ يختفي شوية السنين اللي فاتوا ولكن ثلاثيته التاريخية كاس العرش كونفدرالية سوبر أفريقي مع رشيد الطوسي في 2011 و2012 بالفوز دي رشيد مع بكاس العرش ثم الفوز بالكونفدراليه محمودي على نادي على حساب نادي الافريقي التونسي ثم الفوز في السوبر في ملعب رادس على حساب الترجي التونسي وكان كسبان الترجي حتى يمكن الثواني الاخيره وبعدين لعبوا في تعادلهم خليل شمام وبعدين لعبوا ركلات ترجيح وفاز نادي بس هو من ناحيه اللي انت بتقوله مظبوط لكن من ناحيه تانية هو جاي على مناخ جيد قصدي بيه ان موقف دوري ابطال افريقيا كويس تمام انه الصراع مع الوداد مش بعيد قوي في الدوري انت لمست نقطه مهمه هو جاي في مناخ جيد ولما كان بيدرب الرجاء 2015 2016 مشي في مناخ غير جيد الراجل ده اتعمل معاه لقطه انا فاكرها كويس جدا ومش كويسه خالص بالنسبه للراجل ليه تاريخ زي رشيد الطوسي ابن مدينه سيدي قاسم بالمناسبه هي نفس بلده كابتن بدو الزاكي يعني الراجل ده اتقفل في وشه باب التدريب ورايح التمرين بتاع نادي الرجاء واتكرش من النادي او أوف. مش عايز اقول اتكرش عشان ما يبقاش الكلمه صعبه لا تم انهاء الاتفاق معاه بشكل لم يكن جيد من يعني. 2016 حتى الان الراجل ده ليه فلوس عند نادي الرجاء امبارح عشان توقع اتنازل عن الفلوس اللي من 6 سنين برافو وتم مش برافو لان كل حد لازم يعمل كده بس لانه موقف تمام بيبان فيه حسن النوايا يعني مظبوط سعيد حسبان هو كان رئيس النادي السابق اللي عمل معاه اللقطه اللي مش كويسه ديت ونامل ان انيس محفوظ الراجل اللي موجود دلوقتي يكون يعني هو اللي التعامل مع رشيد الطوسي بشكل جيد وعلى فكره كمان هو صاحب اللقب الوحيد للمنتخب المغربي تحت 20 سنه في بطوله افريقيا وده المره الوحيده اللي حققتها المغرب كان مع رشيد الطوسي اللي ليه تجربه كبيره جدا في الجزائر وفي الامارات وفي كمان وفاق سطيف وشباب بلوزداد وانديه كتيره جدا يا محمودي ولكن كانت اخر تجربه اولمبيك خريبكا وما كانتش تجربه ناجحه قد كده واختفى شويه وعاد رشيد الطوسي اللي بنتمنى له كامل التوفيق مع الرجاء العالمي واحد من حسابات التاهل اظن في صالح الرجاء ما فيش شك انت الفوز في ال3 مباريات على امازولو ثم الفوز على وفاق سطيف في الجزائر ثم الفوز على هورايا كوناكري وكلها بنتيجه 1-0 حتى كمان في الدوري بعد الخساره اللي تعرض لها الوداد وكمان في الدوري بعد الفوز اللي حققوه غايه مرباح الراجل الحارس المرمى الكبير الجزائري اللي كان موجود في شباب بلوزداد تصدى ركله جزاء وامام الشباب الرياضي السلمي اعتقد ان دي امور ممكن تدي متنفس للراجل ده لان الراجل ده عانى شويه في فتره على فكره بالمناسبه 2015 2016 الراجل ده عانى من اوساجونا وباباتوندي وقوال
تلات المحترفين اللي نهوا التعاقد من طرف واحد عشان ما كانوش خدوا فلوسهم من نادي الرجاء ساعتها، فكان عنده مشاكل بالجمعه. نامل ان في الفتره دي رغم نقص التشكيله بتاعت الرجاء ان هو يقدر يعمل حاجه كويسه مع الرجاء البيضاء. كل التوفيق باذن الله ليه مع الرجاء المغربي. مكملين كلامنا بكل تاكيد، لسه عندنا كلام كتير في الشان الجزائري الشان التونسي. لكن في هولندا سقط اياكس امستردام، لم يستغل فاينورد الفرصه لكن استغلها بي اس في ايندهوفن. فتعالوا نتابع اللي حصل في الدوري الهولندي ونشوف اهداف هذه الجوله. وفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع دكتور عادل سعد، خليكم معانا. بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية المدربين مدارس، في اللي يفضل أنه يتكلم على طول بشكل مباشر ويوضح اللي حصل، وفي اللي بيستنى شوية لحد الوقت المناسب. فضل خالد وزيتش أن هو يتكلم فورا بعد ما رجع ودخل في المشاكل من تاني مع الصحفيين علشان زياش. منذر الكبير قال هتكلم في الوقت المناسب، وجمال بالماضي أجل كلامه لحد مبارح في أول رد فعل بعد خسارة الجزائر أو خروج الجزائر من الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية. قرر أن هو يوضح بعض الأمور للصحفيين وللجمهور الجزائري. فعايزين الأول نتفرج على جمال بالماضي قال إيه، ونرجع عشان نناقش الكلام لأنه في أكتر من حاجة أتكلم فيها محتاجين نتناقش فيها مع دكتور عادل سعد. فالأول نتابع جمال بالماضي قال إيه، وحاجات تانية كتير لبالماضي كانت موجودة على مدار المؤتمر الصحفي. أنا عارضها سكرينات على الشاشة، لكن الرجل كان عنده بعض الاستياء من حاجات كتير، يعني على فكرة الحر وفكرة إصابات الكورونا اللي كانت موجودة وعلى فكرة التحكيم نفسه. اتكلم في حاجات كتير جمال بالماضي، لكن وضح نقطة مهمة جدا عشان الناس كانت رايحة الكيروش دايما فكرة انه الهدف بتاعي كاس العالم مش كاس الأمم. الرجل بيعترف صراحة انه بعد كاس الأمم هو قال أنا هدفي كاس العالم، ده من 2019 انا شايف كاس العالم سبب او لا ده موضوع تاني، لكن قصدي انه خلاص انا بطل افريقيا فانا رايح على كاس العالم. فتعالى نتناقش، وهل الناس هتشوف التصريحات على الشاشه من تاني يعني، لو في حاجات منها كانت كمان سخنه جدا. فنتكلم الاول عن المؤتمر الصحفي. اولا هو قال انه احنا ما خدناش البطوله باستخفاف، دخلنا علشان نلعب من اجل الفوز والتتويج. هل ده حصل ولا لا؟ في ظروف كتيره معاكسه هو اتكلم عليها في الندوه الصحفيه جمال بالماضي. بالمناسبه كنت حاجه مش عايز اقولها لك قبل ما اطلع معاك الهواء على طول. انطونيو كونسيساو المدير الفني البرتغالي للمنتخب الكاميروني قبل الهواء على طول تمت اقالته، وريجوبرت سونج هو اللي تولى مسؤوليه قياده المنتخب الكاميروني. طب ليه ما كان من يومها؟ يعني حاجه غريبه جدا. انتظروا لحد يوم 28 قبل المباراه يمكن باقل من شهرات، واعلنوا الكلام ده لسه يعني ما كملش ساعه يعني. نرجع فالخير للجزائر المناسبة يعني. روبرت سونج ما اعتقدش يعني ان هو يبقى قادر على قياده السفينه يعني. لا، وانه اللي يعمل ده يبقى هو ما عندوش فيجن يعني. انت كان ممكن تقيله من يومها، لكن ده انت بتتخبط شويه. بالظبط. اتكلم جمال بالماضي في الندوه على امور كتيره جدا جدا، منهم الامر بتاع اندي ديلور كمان. وخلينا نتكلم الاول في البدايه على حته ان هو كان راح يلعب على البطوله. راح يلعب على البطوله، ولكن الراجل كان صريح وهادي جدا على عكس عصبيته اللي كانت موجوده في المباريات لما خرج من دور المجموعات في كاس الامم الافريقيه 2021. الراجل اتكلم وقال لك في بعض الناس في الجزائر كانوا سعيدين بخروجنا وهيسعدوا اكتر لو طلعنا من كاس العالم. الراجل اتكلم كمان يا محمودي قال لك التحضيرات ما كانتش على خير ما يرام، التحضيرات حشبها بعض المشاكل ان الاستخدام بتاع اللاعبين جه على وقت زمني متفرق. والتغاء وديت جامبيا دي كانت قاتله، الكوفيد انه يصيب 23 لاعب من 28 ده كان امر صعب جدا عليه. اتكلم عن الحراره، اتكلم عن ماريو سكوبار الراجل بتاع جواتيمالا الحكم اللي حكم مباراه غينيا الاستوائيه اللي خسروها بنتيجه 1-0. قال لك ان هو كان بيتحدث الاسبانيه وبيعرف يتكلم مع اللعيبه الثانيه، وكان يعني في خشونه زايده منه في طريقه الكلام مع اللعيبه عندنا وما اداناش حقنا في المباراه. بس انا لما اتكلم على حق ممكن اكون موافق، بس برضه نفس اللعبه بتاعتنا لازم اخد الطرف الاخر عشان نعرف نتكلم. انا لما اروح دلوقتي واقول انه حكم افسد مباراه او جه عليا شويه لانه بيتكلم نفس اللغه بتاعه اللعيبه اللي قدامي، هو ده اللي قاله. مش منطق. انا مش بدافع عن جمال بالماضي يعني، انا بقول الكلام اللي قاله بالظبط يعني. مش منطق قصدي. مش منطق. طبعا مش منطق، مش منطق خالص يعني. هي ممكن تكون في بعض الامور هو لمس فيها الحقيقه، وفي بعض الامور كان بيحاول يدافع عن المشاكل اللي حصلت يعني. من ضمن الحاجات اللي اتكلم فيها قال لك في صحفي من اهي مباراة سيراليون هي التي كنا نستطيع فيها تحقيق انطلاقاتنا المثالية، لكن للأسف تعرضنا لظلم تحكيمي والحكم ما ادناش ضربة جزاء ضد غينيا.
كان لازم نستنى، كان لازم نكسب دون النظر للمباراه الثالثه من اجل استعاده الثقه. اللعيبه كانت مصره على تحقيق الفوز ضمان 4 نقاط للتاهل، وهو ما جعلنا نتسرع. اللي بعدها اظن هيبقى الكلام على المباراه الثالثه اللي كان بيتكلم فيها انه ليه تتعين حكم من امريكا الشماليه. عمل شويه اخطاء. أيوة. حط لاعبينا تحت الضغط، وزع انذارات مجانيه من جواتيمالا للحكم، واحنا ما قدرناش نحقق هدفنا في الفوز. تمام. النقطه دي كانت الثالثه. وانه عانينا بعد سلسله تهديفيه رائعه، ولم افهم ما حدث في كاس افريقيا. عدم التهديف امر يحدث في بعض الفترات، وهنعالج ده في التدريبات، لكن في لعب المباريات ما اقدرش اعمل حاجه الا التوجيه فقط. يعني ما هو هنا شيء ونقيده. يعني انت شايف انه في حاجه غلط حصلت في كاس الامم، وده طبعا كان موضوع الكورونا اللي قدامنا على الشاشه. شايف انه في حاجه غلط وما عندكش تفسير لموضوع التهديف، يبقى اذن لازم يكون في جزء من اللوم على اللعيبه يا دكتور. ما هو اتكلم في كده. يعني انا بحترم جدا ان الاعلام الجزائري وقف في ظهر الراجل ده مسانده لغايه كاس العالم. بحترم جدا جدا ده جدا. لكن الفكره انه برضه لازم يكون في، مش هقول كرباج، يكون في هات وخد. هو اتكلم، بص، على قد ما قال الكلام ده، هو قال احنا ارتكبنا اخطاء كتيره كان عندنا. يعني شوف، لما انت اتكلمت في قصه انه اللعيبه بتتشاف دلوقتي بره، المحترفه بره اللي مش في المنتخب اصلا. ايوه. انت ليه هتلجأ لده الا لما تكون حاسس في مشكله عندك؟ انا عايز اقول لك على حاجه. هو اتحدث في موضوع مزدوج الجنسيه، وقال انا مش عايز اقول الحوارات اللي حصلت في الموضوع ده، لان في كلام ما ينفعش ان هو يتقال، ويبدو ان كان يعني الموضوع فيه شد وجذب كتير جدا. اتكلم كمان عن موضوع اند ديلور، اتكلم قبل اند ديلور كمان على المستوى البدني الكارثي للعيبه في البطوله. قال ان مش راضي تماما على المستوى البدني بتاع اللعيبه، ولاعيبه كتير ما ظهرتش بالمستوى المعهود بتاعها. اتكلم عن بغداد بونجاح، ان هو مصمم بغداد بونجاح هيقدر يستعيد مستواه. اتكلم عن اند ديلور، واتكلم عن حديث دار في تلفزيون فرنسي مع اند ديلور، واحد بيساله بيقول له هترجع امتى وبتاع، فقال لك والله اللي بيساله ده مش هو جمال بالماضي عشان يحدد بقى هو راجع ولا مش راجع. انا بالنسبه لي الامر منتهي، ما فيش امر شخصي ما بيني وما بينه. هو الراجل ما قدرش منتخب الجزائر، ما قدرش التضحيات اللي حصلت زي قبل كده، ما حصلت من جبهه التحرير الوطني واللعيبه العظيمه الجزائريه اللي هربت في الخمسينات عشان تيجي تكون منتخب الجزائر، ما كانش على قدر المسؤوليه. فهو بعيد عني، ممكن يرجع المنتخب الجزائري ولكن في عدم وجوده. ملف ديلور تم غلقه، هناك فقط من يسعى لخلق البلبله باحياء مواضيع قديمه. لا يوجد زورو بالنسبه لي في المنتخب الوطني، وديلور هو من قرر عدم المشاركه مجددا معنا. المنتخب ليس ملكي، وليس لدي اي مشكله شخصيه مع ديلور، مشكلته مع الجزائر والمنتخب الوطني، وطلب عدم المشاركه مع المنتخب لمده سنه. وهو محق في هذا الامر كليا. بالظبط. يعني دي من ضمن كليا يعني دي من الامور اللي هو محق فيها جدا. اصل انت اللاعب، انت مش قال لك، هو قال لك المنتخب، جمال بالماضي اتكلم في المؤتمر الصحفي، قال لك المنتخب مش ملكي، المنتخب ده ملك الشعب الجزائري، فما يحقش للاعب ان هو يحدد مصيره. لا، خدني، ما تاخدنيش دلوقتي، ولا خدني كمان شهر. فده فعلا لا يستقيم الامر فيه، وكان محق جدا ان هو يتمسك برايه في موضوع اندي لور. ويبدو ان في قريب ممكن الوحيد اللي ينضم لقائمه المنتخب الجزائري بنياتو اللي بيلعب في الدوري القطري، انه متالق الفتره الاخيره. انا معاه في موضوع الكورونا. تمام. لان الجزائر اتضررت جدا. مش معاه في موضوع التحكيم ابدا. مش معاه في انه اللعيبه كان عندها هدف حقيقي انها تاخد البطوله. يعني مش قادر اوصل لدي 100%. اللعيبه كان عندها جزء من الاستهتار اللي كان موجود على مدار المباريات. معاه جدا في موضوع ديلور. جدا. ومعاه انه لازم يكون في استدعاءات جديده. يعني انا معاه في 3 حاجات ومش معاه في 2. انت ايه؟ انا متفق معاك، ومتفق معاك في حته ان هو اتك قوي على حته ابتعاد اللعيبه عن مستواهم وعدم التحضير الجيد للبطوله اضرنا، لان قال لك تحضيرات مصر في 2019 كان في وقت وفي مساحه. صحيح. دول خلوه يقدر يفوز باللقب، فهو كان محق في بعض الامور. ولكن تقدر من المجمل بتاع جمال بالماضي كده تقول ان 90% من كلامه لمس ارض الواقع حرفيا، والراجل كان بيتكلم بكل هدوء لان هو ما رضاش ينفعل ويبتدي مؤتمر صحفي مباشره عشان يقدر يجمع. صح. هو هيقول ايه؟ طيب، من المنتخب الجزائري وندوه بالماضي الى الانديه الجزائريه في دوري ابطال افريقيا، ما بين تباين في الاداء وفي المستوى. وفاق سطيف كنت بتكلم عنه المره اللي فاتت، فتعالى نتكلم عن الانديه الجزائريه في دوري ابطال افريقيا. اتكلمت على ان الوداد والرجاء حظوظهم موجوده بقوه للصعود وهم في مأمن. مظبوط. الانديه الجزائريه ايه الاخبار؟ يعني شوف، الانديه الجزائريه اللي تخطت دور المجموعات السنه فاتت، مولوديه الجزائر وشباب بلوزداد، يبدو ان الامر السنه دي هيكون ممكن نادي واحد فقط هو اللي يتخطى دور المجموعات، وهو شباب بلوزداد، وليس وللاسف ليس وفاء سطيف. وفاء سطيف خسر المباراه الاخيره من نادي امازولو قبل ان يبداها محمودي بهدف مماله.
وفاء سطيف اللي سافر على حساب نادي شباب بلوزداد لانه لا يملك الاموال. وفاء سطيف في التاريخ الكبير بطل دوري ابطال افريقيا مرتين 88 مع مختار عرابي و2014 مع خير الدين مضوي، بطل افرو اسيوي قبل كده 89. على فكره وفاء سطيف اللي ليه حاجه ستظل في التاريخ، بطل دوري ابطال افريقيا 88 وهو في الدرجه الثانيه الجزائريه. تخيل وفاء سطيف. ايه المشكله؟ المشكله اداريه ان الاداره مش إدارية عايزه تصرف، مفيش اموال فلوس. مفيش اموال، مشاكل بالجمله حصلت مع اللعيبه قبل مباراه الرجاء البيضاوي بليله، اكرم جحنيط وايمن امين بالعيد. وبالمناسبه هو يمكن لسه النهارده في كلام قال ان اكرم جحنيط الراجل اعتذر وهيتخصم منه شهر، قال لهم انا مش عايز اخد بطولات، انا مكتفي بالبطولات، انا عايز فلوس. ولكن الراجل محق، الراجل بقاله 26 شهر ما بياخدش فلوس، ودخل في مناوشات مع مدير عام النادي، وكان افلام كتيره كده ادت للخساره الثانيه المفاجاه بعد الفوز على هوريا كوناكري، وكانت البدايه مش جيده. انت بتخسر من فرشان الجنبي في الدور التمهيدي 3-0 وبترجع تفوز 3-0 وبعدين تكسب بركلات الترجيح، تخسر من نوازيبو 3-1 ثم تعود تفوز 2-0 ثم تتخطى، ماشي خامس في الدوري الجزائري. ففي امور كتيره تدل لك ان الامور في قلعه نسور الهضاب نادي وفاء سطيف مش ماشيه على خير ما يرام. وزاد وغطى اكتر كمان المشاكل اللي حصلت لنبيل الكوكي المدير الفني محمود. نبيل الكوكي جه في مباراه ما راحش المباراه، كانوا بيلعبوا اعتقد شباب قسنطينه، كانوا خسروا من المولوديه 2-0، حصلت مشاكل بعد ما خسروا من المولوديه 2-0، ولا انا الجمهور بدا يهاجم والاداره والحكايه، وما راحش الماتش وبعدين رجع تاني يقود سفينه نادي وداد النادي وفاء سطيف. خسر 3 مباريات من برادو ونادي مولوديه الجزائر واتحاد العاصمه، فيبدو ان الامور مش كويسه، ويبدو ان كمان الامر ممكن يتطور لامر اصعب من كده فيما هو قادم لنادي وفاء سطيف، واموره بتتصعب رغم فوزه اللي كان مهم جدا ومفاجئ على نادي هورايا كوناكري بهدف قندوزي. ولكن تألق قندوزي وتألق بحلفايه في المباراه الاولى، حارس المرمى طبعا ما دامش في المباراتين التاليتين، وخسروا المباراتين من امازولو ومن الرجاء البيضاوي. وضع مش جيد لكنه في تونس جيد جدا، لان راضي الجعيدي كل يوم بيكسب ارضيه جديده في الشارع الرياضي التونسي. فبعد الفصل هنتكلم عن نادي الترجي، لكن من هنا لحد ما نرجع لكم من تاني، ليفاندوفسكي كان بيتكلم على صالح حميديتش وبيقول له اذا كنت عايز تحتفظ بيا فلازم تتكلم على تجديد التعاقد الذي لم ياتي بعد. يشعر ليفاندوفسكي بانه في شويه عدم تقدير لعدم فتح ملف تجديد تعاقده مع بايرن ميونخ، لكن بايرن ميونخ يشعر بالراحه تماما لانه حقق الفوز، ولان دورتموند تعادل، ولان الدنيا ماشيه بشكل سلس جدا في الدوري الالماني مهما تعثر. فنشوف اللي حصل لبايرن في هذا الاسبوع وفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الترجي التونسي. خليكم معنا. ترجي وشباب بلوزداد، كنت عايز تقول عليه حاجه الاول. شباب بلوزداد على عكس بقى وفاء سطيف محمودي، الفوز الاخير على جوانين جلاكسي بنتيجه 2-1 اللي كان بطله خير الدين مرزوقي. خير الدين مرزوقي اللاعب الغريب نوعا ما في حياته وفي حتى في مبارياته. خير الدين مرزوقي اللي بدا في عين الدفله ثم اولمبي شليف ثم سريع غليزان، وخد معاهم لقب هداف الدرجه الثانيه في الجزائر، وذهب بقى للحلم انه يلعب في مولوديه الجزائر النادي الكبير في 2015 2016، ويتفاجئ في الاسبوع 11 ان هو يتوقف بالمنشطات لمده 4 سنوات. الكل قال خلاص بطل كوره، يروح يلعب في شبيبه سكيك. ده السنه اللي فاتت بعد 4 سنين قاعد في البيت، وبعدين منه الى شباب بلوزداد، ومع اول مباراه في دوري الابطال برضه التقلبات شغاله معاه، يضيع ركله الجزاء، نازل قبلها بدقيقه ياخد الكوره عشان يشوطها امام البلبولي في رادس، يضيع ركله الجزاء ويتركن مباراه الترجي، ثم يلعب المباراه الاخيره امام جوانين كبديل، وينزل هو اللي يجيب الجونين اللي هو خير الدين مرزوقي. شبه بلايلي شويه لكن مع شبه مختلف. طبعا يعني طبعا مع التفاوت في المستوى، ولكن ده في القصه مش بتكلم في القصه طبعا يعني المهاجم خير الدين مرزوقي، الراجل اللي حياته كانت نوعا ما متلخبطه، ولكن رغم ان هم متساويين في النقاط مع الترجي التونسي شباب بلوزداد، الا ان فيه هجوم عنيف على ماركوس باكيتا المدير الفني البرازيلي بسبب امور كتيره، منهم بوسيليو اللي راجل مستواه متدهور، بالخيطر مستواه متدهور، بعض اللعيبه اللي ما تجهزتش زي علي رغبه، بعض اللعيبه اللي ما كانت بقتش مفيده، غامر باح المدير الحارس المرمى اللي رحل لنادي الرجاء البيضاء وما جبتش بديل ليه، فامور كتيره الجمهور بدا يتساءل من الاداره على بعض الاشياء رغم التصدر في الدوري والتصدر كمان مع الترجي في دوري ابطال الافريقي. راضي الجعيدي كل يوم بيكسب ارضيه، اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. مظبوط. واعتقد انه اصبح على درجه كبيره من الاقناع في الوقت الحالي، في سعاده عند الشارع الترجي براضي الجعيدي. شوف انا اتكلمت معاك قبل كده عن راضي الجعيدي وقلت لك ان راضي الجعيدي حتى يعني
الراجل كان في مواجهه صعبه امام استاذ روجيل اومير، روجيل اومير اللي كان معاهم فاز ببطوله كاس الامم الافريقيه 2004 على ملعب رادس، وكان رادل جعيدك ساعتها كان حتى كابتن المنتخب. فكان الامر مواجهه الاستاذ والتلميذ، والمواجهه كانت شيقه جدا رغم انها انتهت بتعادل سلبي، ولكن كان في شغل جيد جدا من الاثنين مدربين. رادل جعيد لحد دلوقتي سلبيا الترجي مع النجم، مع النجم بس النتائج سلبيا طبعا التعادل 0-0 في ملعب في ما بين الاثنين في الجوله الثالثه، عشان الترجي يكون في المركز الاول مع شباب بلوزات 5 نقاط والنجم الساحلي نقطتين. رادل جعيد لحد دلوقتي محمود اللي لعب 14 مباراه لم يخسر الا مباراتين، ومنهم مباراه في كاس السوبر التونسي بركلات الترجيح امام الرياض المنستيري، وفاز بلقب كاس سوبر تاني لان الاثنين كان فارق ما بينهم اسبوع. رادل جعيد اللي ما خسرش الا مباراه واحده امام التحطة طوين في الدوري التونسي، ماشي بشكل جيد، دخل عليه لعيبه كتيره السنه دي، عنده سياسه تدوير جيده جدا، عنده كمان تعامل مع النجوم بشكل اكتر من ممتاز، سياسته بعدم التمسك براي ما زي ما كنا بنشوف معين الشعباني مع الترجي 4-3-3، الراجل بينوع من طريق اللعب. بدا السوبر عند في المباراتين بتوع السوبر اللي لعب فيهم نادي الصفاقسي ونادي المونستيري بطريقه 3-5-2، غير الطريقه ديت بعد كده ل 4-3-3 حتى في مباراته الاخيره امام النجم الساحلي روجيل اومير تفوق في الشوط الاولاني بصراحه، عرف يلعب الترجي بشكل جيد. تخيل رادل جعيد ان روجيل اومير هيدافع لان التشكيل اقل شويه من الترجي النجم الساحلي اللي بيمر برضه بفتره صعبه، ولكن في النهايه روجيل اومير تفوق اجبرهم على اللعب الطولي، وكان كلوبالي عامل لهم ازعاج. في الشوط الثاني رادل جعيد هو اللي تفوق، غير بشكل كبير. نموني لما نزل في الشوط الثاني مكان ايوالا غير بشكل كبير جدا الشكل الهجومي، كمان لعب اكنه سكند سترايكر تحت كينجس لايدو. فبالتالي رادل جعيد لحد دلوقتي ماشي بشكل جيد جدا سواء من خلال مباراه السوبر او دوري ابطال او الدوري التونسي. نورتنا وشرفتنا يا استاذ، ربنا يخليك، دايما وجودك معانا بيكون جميل ومفيد، دايما بنحب نعدي على دوري ابطال افريقيا كل ما بتيجي الفرصه في حلقاتنا. ان شاء الله الجمعه الجايه هيكون عندنا حلقه جديده من سوبر ليج، ونتكلم فيها عن حاجات كتيرة جدا أوروبيا وأحداث وقصص كتيرة. كما نورنا مشرف الدكتور عادل سعد اللي نشكره شكرا جزيلا. بإذن الله دايما معادنا الاثنين الجمعة 9 مساء على On Time Sports 2. لكم مني ومن كل طاقم القناة كل التحية من استوديوهاتنا في القاهرة، وإلى اللقاء.